مدينة سياتل أصابتك بخيبة أمل إذن؟ أعتقد ذلك. أفهمك، قد تكون محقا. آمل أن تسمع ما قاله أوغس رودين: لا يحتاج العالم للجمال بل للاكتشاف. ويمكنك إعادة هيكلة هذه المقولة على النحو التالي: العالم ليس بحاجة للفنون القتالية، وإنما إلى السعي لإيجادها. وثمة مقولة صينية بهذا السياق تحمل نفس المدلول: بروس لي، يمكنك منافسة نفسك. منافسة نفسي؟ أجل، لقد اخترت الفلسفة، وهو الاختيار الأمثل لتتنافس مع ذاتك، بالإضافة لإدراك معنى الفنون القتالية، فهي لا تعني بناء بنيتك الجسدية ولا التنافس مع خصمك. المغزى الأساسي من الفنون القتالية هو التجسيد الثقافي، وباعتبار أنك لن تعثر على منافس يضاهيك في هذه الكلية أو في سياتل، لذا بوسعك الاستفادة من وقتك في التفكير، تستطيع وضع نظريتك الخاصة بك المتعلقة بالفنون القتالية. لديك الطاقة الكامنة لذلك، أفهمت؟ بروفيسور، أنت تريدني أن أنصرف لوضع نظرية الخاصة بالفنون القتالية. تماما، أريدك أن تنفذ ما سأقترحه، وأنا واثق بأنه لن يكون صعبا عليك. ما هو؟ أصبح الطلبة الأمريكيون يتقبلون الفلسفة الصينية، وهذا يتطلب توفير الأساتذة، وأنا متيقن بأن محاضراتك ستجد اهتمام طلبة الثانوية. لا بروفيسور كين، أخشى أني لا أستطيع ذلك. ربما استطعت تعليمهم الفنون القتالية. هذا من ضروب التواضع الصيني. أتعلم بروسلي، بحثك كان ممتازا عن جدارة. بروس، أثق بك، واعتبر الأمر بمثابة تقديم لهذا البحث. ولكن بروفيسور. ولكن ماذا؟ ما زلت أشعر أني. شعور واضح. في الغالب تنطوي الثقافة الصينية على ألغاز مبهمة، بعضهم يسميها المعاني الضمنية، والباحثون الصينيون لا يميلون عادة للكشف عن معارفهم، بينما تنادي ثقافتنا الأمريكية بمذهب الفردية، فنحن لا نكتم مصالحنا أو قوتنا. فمثلا، جيد لك أن تظهر مهاراتك في الكونغ فو، ويجب عليك التكيف مع الثقافة الأمريكية. بروفيسور كين، ما زلت أشعر بأن. لا عليك بروسلي، لتكن واثقا ومدركا لروح الكونغ فو. أعلم ذلك. ثق بنفسك، أعتقد بأنك تستطيع تقديم محاضرات نابضة بالحيوية للطلبة. ولا تنسى، من الأفضل أن تدعم ذلك بأمثلة عن الكونغ فو، فذلك سيجعل محاضراتك بروسلي مفعمة بالحياة. الآن فهمت قصدك بروفيسور. لا بأس، سأخوض هذه التجربة، وأعتقد أنك ستبلي بلاء حسنا فيها. أصغوا إلي، هذا تصميم مبسط يضم الكثير من الأفكار، وأنا أعني هنا الأفكار الفلسفية طبعا. لما الضحك؟ منذ قديم الزمان، أي منذ ما يزيد عن 300 قرن، ابتدع أسلافي القدماء هذا الشكل، وهو تايتشي. هذا هو يانغ، ويمثل الذكر الإيجابي الحازم، يشع بالطاقة أثناء النهار، بينما ين على نقيضه تماما، يمثل الأنوثة، وهو رمز للعفة والهشاشة والظلام والبرودة وأشياء كهذه إلى آخره. دعت نظرية تايتشي لمفهوم راسخ، وهو أن كل ما في العالم ثابت، حين يبلغ أي شيء ذروته يبدأ بالتلاشي، وعند هذا الحد يتمثل التلاشي بين، وحين يصل التلاشي لنهايته يبدأ بالازدهار، والذي يتمثل بيانغ. العملية برمتها تناوب ما بين النهوض والسقوط، ولهذا نرى هاتين القوتين المتناقضتين. بالنتيجة، ومن الناحية السطحية، فإنهما سمتان متناقضتان، إلا أنهما في الجوهر كل منهما يعتمد على الآخر. إن نظرنا إليهما بتجرد سنجد أنهما سمتان متلازمتان. أعطنا مثالا. حسنا، لنأخذ مثلا الكونغ فو الصينية. من منكم يستطيع أن يعرف لي الفنون القتالية؟ أنا أستطيع أن أعرفها، أعتقد بأنها تعني القتال. أجل صحيح. تفضلي. تعني القتال أو المنافسة، ربما تمثل بذلك الصراع ما بين يين ويانغ. أنا أعتقد أنها تمثل الأمور التي تدور ما بين المرأة والرجل. حسنا،
دعوكم من المزاح ولنتابع نظرية يين ويانغ. سأستعمل الطريقة القتالية للتوضيح. ليندا كانت محقة فيما ذكرت. القتال أو التنافس يمثل الصراع بين يين ويانغ. حين يقوم خصمك بضربك ففي هذه الحالة يتجسد يانغ بينما يمثل الدفاع يين. كيف بالإمكان إحداث تبادل للأدوار بين يين ويانغ؟ أعتقد أنكم تستطيعون الاستعاضة عن يانغ بيين وبثانية واحدة إحداث تغيير بقوة خصمكم والاستفادة من قوته لشن هجوم عليه. هذا هو السر. ماذا عن تجربة إيضاحية؟ لا بأس. لكي أوضح ذلك بشكل عملي أحتاج للعون. هل من أحد يرغب بالمساعدة؟ هل هناك من يرغب بخوض التجربة؟ نعم أنا. أجل بوش. لكن حذر أن تؤذيني أو تصيب وجهي. لا أريد أن ينزف أنفك أمام زملائك. اطمئن أنفي لن ينزف. حسنا هاجمني. لو كان النزال حقيقيا بيننا الآن لا نزف أنفك صحيح؟ هيا كرر ذلك. هيا. أحسنت. استغليت قوته لأحول هجومه ثم استفدت من الفرصة لحظة استجمع فيها كل طاقته ليرد الهجوم. هذه عملية بسيطة للتحول بين يين ويانغ. والآن هل من أحد آخر يرغب بالمحاولة؟ أنا سأجرب. هيا انتبهوا لخطواتي وإشاراتي. انتباه، تقدم. استمر. هاجم. استعمل قدمك اليسرى. هيا تراجع. جيد كرر ذلك. تقدم. الفلسفة بمعناها الحقيقي تتجسى. ها ما الأمر؟ افتح الباب. افتحه؟ افتحي. الجو خانق هنا. ما الذي تتأمل فيه يا فيلسوفي؟ لا شيء، فقط كنت أفكر بما قاله لي البروفيسور كين. بروفيسور كين، بحسب علمي فإن ما يقوله هذا البروفيسور غامض ومحير. هذا لأنه يفكر بعمق. حفزني كل ما يقوله لتحديد مستقبلي وأنار دربي. لا بأس، هل يمكنني دعوتك لتناول العشاء؟ بالتأكيد. هيا إذا. أسرع، سيارتي هناك. ماذا؟ سيارتك؟ أجل أخبريني بسر ثروتك هذه بسرعة. تقصد من أين أتيت بالسيارة؟ اشتراها لي والدي. انتهى كابوسي أخيرا، وافق والدي على شراء هذه السيارة لأجلي، كما أنه عثر لي على شقة مزودة بحراسة وسيشتري لي منزلا. حقا؟ أجل. هيا. سهلا. مرحبا. شكرا. لم أرك منذ مدة طويلة. كرامة لأعرافنا اليابانية، أقنع معلمنا ياماموتو تاكاو. كيمورا، إنه يفتقر للجرأة. كيمورا الحقير يفكر ببيع حانته. لا بأس، حاولوا إقناع السيد ياماموتو لكي يلقن ذلك الصيني المتعجرف
درسا لن ينساه في حياته كلها. اعتبروا هذا أمرا. حاضر. لابد وأنه مكان باهظ التكاليف. لا أملك نقودا لمكان كهذا، أريد الرحيل. أنت أنقذتني وبقيت محتجزا في مركز الشرطة 4 أيام ولم أرد لك الجميلة بروس، لذا فالدعوة على حسابي. لا دعينا نغادر، من المحرج السماح لفتاة بدعوتي أرجوك. هيا. ترتادين هذا المكان عادة؟ أجل، يصطحبني والدي إلى هنا كلما حضر إلى الولاية، لذا أتيت إلى هنا، ومع ذلك لم أصطحب رجلا من قبل إلى هذا المكان. أنت أول من آتي معه بعد والدي. لما أنت متوتر؟ أبدو متوترا. لما لا تجلس؟ هيا. ابتسامتك عذبة. حقا؟ ظننت أن شخصا مثلك يجهل كيف يجامل الآخرين. يسعدني سماع ذلك. حقا؟ بروس، أريد أن أحدثك بشأننا، هل لديك مانع؟ تفضلي. أريد أن أفاجئك. بماذا؟ ذكر والدي بأنه سيحضر إلى الولايات المتحدة. سيحضر والدك؟ وما دخلي أنا؟ يا لسذاجتك. إنه قادم للقائك. سيحضر ليشكرك. يشكرني؟ وهل سيهبني ابنته؟ أم أنه سيمنحني منزلا؟ أو سيارة؟ سيشتري لك كل ما تشاء. أغمي علي. قبل أن يغمى عليك، ما رأيك أن نتناول طعامنا؟ سيد كيمورا، حانتك تدر عليك أرباحا طائلة، لما تريد بيعها؟ سؤال محرج، إنها مسألة عائلية طارئة وأحتاج للنقود. لا بأس، إن خفضت السعر 10% سنشتريها. أحضرت النقود معي. حسنا. تفضل، حصلت على النقود، عدها. هذه الحانة أصبحت ملكا لي. سأقدم مشروبا للجميع قبل أن أغادر المكان. ماذا؟ أنت لم تعد مالك هذه الحانة. كيمورا، انتهى الأمر، يمكنك الذهاب. اذهب ولا تعد، لا نريد أن نرى وجهك. اعلم جيدا انك لم تعد موضع ترحيب بعد اليوم. بلغنا انك اصبحت تابعا لذلك الفتى الصيني، حتى انك بعت هذه الحانة لتساعده على افتتاح دار للكونغ فو. كيمورا، لن ينضم اليك اي رجل من رجالنا، فانت خائن. لا تعتبر نفسك رجلا يابانيا محترما، فانت حثالة. اذا رأيتك في هذا المكان مرة اخرى سأكسر قدميك. انتهينا من الصفقة، لما تتحدث معي بهذه الطريقة؟ وأنت ما بك؟ لا نكترث لأمر حانتك، نريد كرامتنا التي فقدناها بسببك. هذا المكان سيصبح دارا للفنون القتالية اليابانية. انصرف. لا يعجبني
أسلوبكم هذا، عقليتكم ضيقة. منذ هذه اللحظة أصبحنا أنا وشريكي أصحاب هذا المكان. تذهب باختيارك أو ستذهب رغما عنك. تذكر، حصلنا على هذه الحانة بسعر جيد، ولكن هناك ما ينقص علي بهجتي، فأنا أرى حثالة. انصرف، لا تنسى أن تأخذ معك أشياءك، لا أريد رؤيتها هنا في هذا المكان. هيا خرج من هنا، هيا. لا بأس، سأرسل من يجلبها. كيمورا، لقد وصل السيد ياماموتو إلى سياتل حتى يزيل ما ألحقته بنا من عار ونهزم بروس لي المغرور. أنت جبان. أبلغ ذاك الصيني الذي تعتبره معلمك أن يكون مستعدا. عن من تبحث؟ عن السيد كيمورا صاحب هذه الحانة. اسمع، كيمورا لم يعد مالك الحانة. ولكن ما الذي جرى؟ إنها دار ياماموتو للفنون القتالية اليابانية. اذهب اذهب. سيد أمادا، إنه من سينقل مقتنياتي وأمتعتي، ألا ترى؟ لقد حزمت كل شيء. أنت لم تغادر بعد وتم تغيير اللافتة بسرعة، ما السبب؟ ساعدني في حمل هذه الحقائب إلى سيارتك. ولكن ما الذي يحصل؟ قل شيئا، ما الأمر؟ اسمعني جيس، علينا أن نغادر هذا المكان وبسرعة. وأين سنذهب؟ لا أدري، هيا بنا. هل بإمكانك خفض قيمة الإيجار؟ لا لا أستطيع، إنه زهيد. بالمناسبة تستطيع أن تفتش في سياتل كلها ولن تجد شيئا بهذا السعر. لن تتمكن من استئجار مكان أفضل من هذا، صدقني. إن كنت لا ترغب به سيأتي أحدهم ويحصل عليه. إنه مكان مناسب وسعره مناسب. ربك هذا بقي فارغا لما يزيد عن عامين على الأقل. تنقصه النظافة. هناك الكثير من الأماكن الشبيهة بهذا في سياتل. من تكون؟ من أكون؟ أنا جيس، الخريطة المتحركة ومواطن من هذه المدينة. إن كنت راغبا بتأجير هذا المكان فمن الأفضل أن تخفض قيمة الإيجار 20%. 10% يكفي. لا 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 لا، 15%. أنت تصعب الأمر. سيد كيمورا، لنذهب. لا بأس لا بأس، فليكن. اتفقنا اتفقنا. هذا جيد. حسنا، من اللحظة سنبدأ بتجهيز المكان. والآن سيدي، هذا المكان أصبح لك، تستطيع الاستفادة منه كما تشاء. هل تعتقد بأني أحمق لاستئجار المكان؟ لا سيدي، لكل منا طريقة تفكيره. سيدي، لا تنسى دفع الإيجار في موعده. لن أنسى، اطمئن. هاي، إلى اللقاء. وداعا. إلى اللقاء. جيس، اقترب. أحضر بعض العمال لتنظيف هذا القبو. لا عليك، سيأتون حالا. لا نفتقر إلى اليد العاملة في سياتل، لا تقلق. سيد كيمورا، ما خطوتك التالية؟ سأفتتح دار كونغ فو لأجل بروس لي. ماذا؟ أنت جاد؟ طبعا. سيكون بروس لي مدربي أيضا. هذا رائع، سأتمكن
من تعلم الكونغ فو على يد بروس لي، أليس هذا رائعا؟ لدي حدس بأن هذا المكان سيمتلئ بأهالي سياتل. أجل، رائع. ألا تعتقد أن هذا المكان صغير؟ صحيح، ولكن هذا ما نقدر عليه حاليا. جيس، لا تخبر بروس بالأمر قبل تجهيز المكان. لماذا؟ حفاظا على كبريائه. كبريائه. ما بك كيمورا؟ هل ثمت ما يشغلك؟ كلا، فلنتابع التمرين. هيا. مرة أخرى، في مفهوم ملاكمة الأودي الهجوم يعني الدفاع، أثناء الدفاع شنوا الهجوم. تابع. تجاهلوا لكمات خصمكم وشنوا هجوما مباشرا عليه. السرعة هي مفتاحكم، استغلوها جيدا. كيمورا، هذا جيد. ما ترونه الآن يدعى بالضربة القاضية، هكذا. هذه الضربة من شأنها أن تنهي أي نزال. هل من أحد يرغب بتجربة ذلك؟ أنا بروسلي، أود ذلك. لا، أنت رقيقة جدا. أنت. أنا. اقترب، نزل. أخبرني كيف سأبدأ بالهجوم. في اشتباك حقيقي لن يشير عليك أحد. كيف ستخوض معركتك؟ تقدم واشتبك معه. اسمعوني جيدا، حين تشدون أجسامكم وتوجهون ضرباتكم فأنتم تكشفون نقاط ضعفكم أمام خصمكم الذي سيستغلها وسيكون من السهل عليه ضربكم كما حدث معك. ولا تنسوا ما تركز عليه فلسفة الأودي، الاسترخاء، وهو أهم قواعدها. دعوا أجسامكم ودعوا عقولكم تسترخي حينها تستطيعون التركيز. عد لصفك. لا تنسوا ميزات الماء، فالماء عديم الشكل ويجري داخل كل حفرة. إنه أصفى مادة على وجه البسيطة، ومع ذلك يمكن أن ينساب داخل لجرانيت الصلب. تذكروا، كونوا كالماء، نافذين كالماء. بروسلي، لا أظن أن القتال يسير كعملية استحمام تحت الماء. في الحقيقة أنا لا أشعر بوجود الماء مطلقا. ماذا تقصدين؟ ربما أنك تلمح لغريزة الرجل. آمل بألا تنسوا بأننا هنا نتدرب على الكونغ فو، ولسنا هنا للترفيه. والآن هيا استمروا بالتمرين. واحد. واحد. اثنان. اثنان. ثلاثة. ثلاثة. أربعة. أربعة. خمسة. خمسة. كيمورا، ما بك؟ أهناك ما تريد قوله؟ صحيح، من الآن لن تهدر مزيدا من وقتك على تعليم الطلاب الكونغ فو مجانا. تريدني أن أطلب أجرة منهم؟ لا، اسمعني، هناك رجل يدعى ياماموتو وهو أستاذ كبير بالكاراتيه، قدم إلى سياتل. حقا؟ لماذا لم تخبرني من قبل؟ أين يقيم؟ دعنا نذهب للقائه. كما تعلم لم أعثر على من يضاهيني منذ هزمتك. أنا متشوق للقائه جدا. من الجيد أنه حضر. هل بعثت برسالة تحد له نيابة عني؟ لن يكون من الجيد التغاضي عن مهارات الآخرين. يجب أن نرى ما لديه من مهارات. أعتمد عليك لترتب كل شيء. كيمورا، رتب لي نزالا معه. أنت تأخذ الأمر ببساطة. كانت لي مكانة من قبل، وكنت أقدر عند كبار ممارسي الكاراتيه،
ومنذ أصبحت تلميذك تغيرت معاملتهم لي. عليك أن تهزمه. ألم أقول لك من قبل سواء كان خصمك يابانيا أو من جنسية أخرى يجب أن تهزمه لكي يحترمك، وربما أصبح أحد طلبتي. سوف أطلعك على شيء. بعد خلافي مع أمادا قام بدعوة ياماموتو إلى سياتل لكي ينازلك ويتغلب عليك. هذا يزيد من حماسي، أصبحت متلهفا، أريد نزاله لترى بنفسك من سيفوز. عليك الامتناع عن توزيع الصحف حاليا لكي تستعد. خذ. قلت لك بأني لن أقبل أي نقود حتى من والدي، أستطيع الاعتناء بنفسي جيدا. بروس لي لا يأخذ هبة من أي كان. هذه ليست هبة، ستجني أموالا طائلة. كيف ذلك؟ سنفتتح دارا للكونغ فو. كيمورا كيمورا، لا تدع هذا يشغل تفكيرك، المهم عندي الآن أن تعثر لي على هذا المدعو ياماموتو، أريد منافسته. سيأتي إليك قريبا. أنا في انتظاره. بروس؟ سيدك سوديا. ماذا تفعل هنا؟ أنتظر الحافلة. أي، تبدو لي بتمام عافيتك. خذ. لدي عملان وأستطيع العناية بنفسي، لما هذه النقود سيدتي؟ بعثت برقية لعائلتك وهاتفتهم. حسنا، جيمس طلب مني القيام بذلك، أراد أن أنقل أخبارك الجيدة لعائلتك وزملاء دراستك. جميع أفراد عائلتك بعثوا رسائل لك على عنواني، كما أرسلوا نقودا لك أيضا. جيمس وكيف حاله؟ لم أره منذ مدة طويلة، أهو بخير؟ طلب مني جيمس ألا أخبرك، إنه ليس بخير، أخشى أن معاناة زوجته تزداد سوءا. على كل، السيد جيمس يهتم كثيرا لأمرك لكنه مشغول. حسنا، أخبرني عنك، كيف تسير أمور دراستك؟ هل أنت راض عنها؟ هي، لما لا تتكلم؟ أنت مرتاح للتخصص الذي اخترته؟ أجل، أنا مرتاح جدا، لم أفكر مطلقا بدراسة الفلسفة من قبل، منذ طفولتي وأنا أعتبر الفلسفة موضوعا ضخما. سيدك سوديا، علي أن أشكرك على تقديمي للبروفيسور كين، إنه شخص رائع. في الحقيقة كنت مشغولة جدا، لذا لم أحضر لزيارتك، دعني أدعوك على الطعام اليوم. هيا. لا، أشكرك، بهذه النقود التي تعتبر قرضا من والدي سأدعوك على نفقتي. قرضا؟ ماذا تعني؟ لم يسبق أن أرسل والدي نقودا لي، لذا أعتبر أني اقترضت هذه النقود. أنا الآن رجل ناضج ووفق المعايير الأمريكية، فأنا من يجب أن يدعوك. هيا اقبلي دعوتي، أنا من سيدفع. لا عليك، الدعوة على نفقتي. هيا. لا يمكنني السماح للسيدة بدعوتي على نفقتها. بروس، أنت ضيفي اليوم، تفضل، إياك أن تأخذ الأمر بحساسية، لقد دعوتك وانتهى الأمر. بروس، أنا أكرهك، مر وقت طويل ولم تتصل بي، هل ابتلعك المحيط؟ هل عدت للقتال ثانية؟ هل أصبت؟ بروس، لقد تخرجت، أفتقدك كثيرا، رغم أن والدي لا يرغبان بأن أكون على صلة بفتى مثير للمشاكل، ومع ذلك حصلت على عنوانك من والدتك. ألا زلت تعمل في مطعم روبي؟ بروس، سأتزوجك إن عدت، سنعمل معا في مجال الاستعراض، سنجني الكثير من النقود، لا أريد أن تمارس الكونغ فو بعد الآن. بروس، عد إلي أرجوك. ضعيها هناك.
أضعها هنا؟ ما بك؟ بما تفكر؟ كل هذا؟ لا أستطيع التهامه. لا تنسى، أنت ضيفي اليوم، استمتع. ذكرت جونز بأنها ستذهب قريبا لزيارة بلير في الولايات المتحدة، وقد بلغني بأن بلير قد تحسن كثيرا الآن. قالت جونز بأنها ستبحث عنك هناك. أليم يعمل مع والديه ويشرف على متجر بيع السمك والمطعم أيضا. سمعت بأنه قد تزوج من ابنة تاجر. بروس، أتعلم أني الوحيدة التي ما زالت تنتظرك بصمت؟ بروس، لم يعد أحد يذكر اسم وانغ لي تشاو الآن، إنه مختبئ في تايوان. أتمنى عودتك في أسرع وقت ممكن. أرجوك لا تتركني وحدي في هونغ كونغ. بروس، طلبت منهم إعداد أشهى الأطعمة التي يشتهر بها وطنك، سوف تعجبك. هل تشرب؟ لم لا؟ تفضلي، نخبك. أنا لم أشرب بعد. آسف، سأسكب ثانية. هل وردتك أخبار مزعجة في رسالة عائلتك؟ لا، في الحقيقة لم أطلع عليها بعد. أقرأ رسالة وردتني من صديقتي. صديقتك؟ تطلب مني العودة فورا إلى هونغ كونغ. ألم تخبرها بأنك أصبحت في الجامعة؟ تريدني التوقف عن ممارسة الكونغ فو؟ لا ألومها، الفتيات لا يفضلن القتال، تعرف ذلك. تناول طعامك، دعنا نتناول الطعام ونحن نتحدث، تفضل. سيدتي، الطاهي وانغ يود رؤيتك. أخبرتكم قبل أن آتي بأن لا تزعجوني، لدي ضيف هنا. عزيزتي سيدة كسوديا، هذه هي $200 التي اقترضتها منك، شكرا للمساعدة عند حاجتي. تركت $50 أيضا، أرجو أن تعيديها إلى بيكي. عندما قدمت للولايات المتحدة اشترت لي بطانيات وملابس، أما $50 الباقية فهي ثمن الوجبة. ذكرت بأني لن أسمح لسيدة بدعوتي على نفقتها. شكرا لك. أهلا بك، أهلا بك. لابد أنك أين ذهب؟ لست أدري، هل يجب أن أحبه أم أكرهه؟ الطعام ذهب سدى. لا بأس، نظفة. هذا كل شيء لليوم. وداعا. وداعا. أراكم غدا. تيمورا، ما رأيك بدروس الكونغ فو المجانية هذه؟ أخبرني. أنت تعتبرها دروسا التماسا للخبرة؟ هذا صحيح، لا أتمتع بخبرة واسعة في تدريس الكونغ فو أو حتى في إدارة دار للكونغ فو. أفعل ذلك لاكتساب خبرة لكي أتمكن مستقبلا من إدارة دار للكونغ فو. على أي حال، يوما ما ستتبوأ الكونغ فو مركز الصدارة في العالم كله. سبق وأخبرتك، قريبا ستحظى بدار كونغ فو لك. أنت تمزح، قل لي، هل عثرت على ذلك المدعو ياماموتو؟ لا تقلق، سيقفز أمامك عندما يحين الوقت المناسب. أتلهف لذلك لدرجة أني لا أستطيع النوم جيدا. حقا؟ ؟
أحيانا لا أملك السيطرة حين أستدير لأوجه ضربتي. أعتقد أن ثمة خطأ ما في وقفتك، قف هكذا، سدد اللثمة في الوقت المناسب. أليست الجميلة التي أنقذتها؟ إيه، ما هذا الكلام؟ بروس وداعا. هيا بنا، تعال. هل تقومين باختطافي؟ سأصطحبك للقاء أحدهم. من؟ أبي. أبوك؟ أجل، وصل لتوه من الخارج. هيا بنا، سنتأخر عليه، لا أريد أن يغضب. أشعر بالتوتر للقاء أبيك، لا أدري ماذا عساي أقول له. أخبره أنك تحبني وتريد الاقتران بي. يعد هذا تبجحا، أنا لا أملك شيئا الآن، فكيف تريدين أن أتزوجك؟ طالما أنك ترغب بالزواج بي فلا تقلق بشأن المال. وكيف ذلك؟ سأكون واضحة معك، شغل والدي منصب وزير الطاقة، لذا عائلتي ثرية. ماذا؟ والدك كان وزيرا؟ وزيرا سابقا لوزارة الطاقة. وزيرا سابقا؟ لم يعد وزيرا وهو منصرف الآن للاهتمام بأعماله الخاصة. هذا يزيد من ارتباكي. إذن لما أقمت في أحياء شعبية من قبل بما أنك من عائلة ثرية؟ لا تستغرب مما سأقول، أقمت في تلك الضواحي الفقيرة لأختلط أكثر بالناس، ولكن بعد تلك الحادثة غير والدي رأيه ولم يعد راغبا بإقامتي فيها. حتى وأنا في تلك المناطق لم أفتقر لشيء سوى للأمان والطمأنينة فحسب. بروس ألوجو، أنت إذن ابنة وزير. مفاجأة؟ مفاجأة لكن ليست سارة. هل كنت ستشعر بالسعادة لو كان أبي شخصا عاديا؟ سواء كان شخصا عاديا أو وزيرا فهذا ليس من شأني. إنه نسبك المستقبلي وموافق سلفا على زواجك من ابنته. وبالمناسبة، في المرة الأخيرة عندما تناولنا طعام العشاء في مطعم الأسد، ألم تكن سعيدا؟ ما قلته لك حينها يتحقق الآن. ماذا؟ سيبارك والدك زواجي منك؟ وأكيد سيشتري لي منزلا وسيارة. أجل، ولكن هذا لن يكون في الولايات المتحدة وإنما في الفلبين. الفلبين؟ ماذا تعنين؟ ما بك؟ أخبريني ما الذي يحدث، ما الذي يجري في حقيقة الأمر؟ لا بأس، سأخبرك. وافق والدي على اقتراحي، سنتخلى عن الدراسة ونذهب للفلبين، وهناك سيساعدك في الحصول على الجنسية الفلبينية. نملك منزلا ضخما يشرف على المحيط هناك، لن نضطر لممارسة أي عمل، بوسعنا عيش حياة رغيدة سواء في الفلبين أو في بريطانيا، سوف يكون ذلك رائعا. أنا لن أغادر الولايات المتحدة. بروس لي، أنت مجرد طالب في كلية الفلسفة الآن، ونحن نحيا بعالم واقعي. لا أعتقد أن فتى يتخصص بالفلسفة سينجح في الولايات المتحدة. أنا أنظر لامتهان تدريب الكونغ فو في الولايات المتحدة، وبشكل جاد سأجعل الكونغ فو تحتل الصدارة بين الفنون القتالية في أرجاء الولايات المتحدة. هذه أحلام يقظة. نحن في عصر الأسلحة المتطورة، ولست واثقة فيما إن كان الناس سيهتمون بمثل هذه الفنون. أتطلع لأصبح معلما بارزا في الكونغ فو؟ يدين له الشعب الأمريكي بالاحترام ويبجلونه كفيلسوف متميز في القتال. لا بأس، إنه هدفك فماذا في ذلك؟ هل تستطيع العيش بهدفك هذا؟ بالنسبة لي لا أريد حياة كهذه معك. حسنا ألويو، دعيني أسألك، هل تحبينني؟ بالطبع. هل تحبين الكونغ فو؟ لا. فهمت الآن، كانت الكونغ فو هي سبب تعارفنا، قربت ما بيننا. تستطيعين جعل والدك يقبل بي، وبوسعك أن تطلبي منه شراء كل شيء لي، لكنك تكرهين الكونغ فو. لقد خيبت أملي. لمجرد أني لا أحب ممارستك للكونغ فو؟ أخبرني، لما لا تتكلم؟ حسنا سأخبرك، لدي صديقة في هونغ كونغ. لا أكترث، هذا لا يهم ما دمت تحبني. دعيني أكمل، قبل أيام وصلتني رسالة منها تطلب مني فيها العودة إلى هونغ كونغ لأتزوج بها.